من المخاطر من المشاكل، من سيساعدنا؟ من سيقف بجانبنا ولن يخذلنا؟ صديقنا راكبنا الجدول سينقذ يومنا، راكبنا الجدول سينقذ يومنا. إنه كراك، لا تحزنوا، لا 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 افرحوا، سوف نكون معا في مغامرة في الجدول معا تماما كما خطط. طعمي. حسناً، أيمكننا تفويت هذا الجزء يا سيدي؟ ربما لم تسمعني، لأن خلفك طابور طويل. و حين طلبت البطاطس أنا وافق، أوضحت كلامي، قلت أجل للحجم الكبير، جوانح بالتوابل وحلقات البصل مع قطع الناجتس اللذيذة. مع الناجتس اللذيذ، أحب طعمي مقليا، أحب طعمي مقليا. منها، وهذه الطريقة معروفة بين الناس باسم الراب ميوزك. بيلي بارهام في منزلكم، حيوني بقوة لكن لا ترفعوا الصوت فسينزعج الجيران. سوف أعلمكم بعض أصول الإتيكيت يجب أن يعرفها المرء في كل بيت. أنزل قدمك، هذا غير مقبول، فتح الباب للسيدة هو الأصول. نظف قدميك قبل دخول بيت الجيران، أقفل فمك ولا تمضغ كثيراً كثيراً كثيراً. ينتقل الفيروس على مسافة ميل، حين تعطس رجاء استخدم منديل 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 منديل. يا صديقي، أنا مجرد كومبارس صامت، لا ينبغي علي التكلف. اشتريت مركبا نجمة ذهبية، اشتريت دبا من الذهب، ثلاجة ذهبية وطعاما ذهبيا، تمثالا اسمه الكائن الذهبي. أنا أجني المال، مال مومياء الهرم، أجني المال، مال مخطط الهرم، أجني المال، مال مومياء الهرم، أجني المال، مال مومياء الهرم. معي مالي، ابدأوا العملية، انظروا إلى ابتساماتي الذهبية، أحتاج إلى محفظة تكون رهيبة، سوف أشتري لها الآن خزنة جديدة. أجني المال، مال مومياء الهرم، أجني المال، مال مخطط الهرم، أجني المال، مال مومياء الهرم، أجني المال، مال مخطط الهرم. أشعر بالحماس والقوة، تمرة سوف تكون أقوى، سوف تصل لكل الأهداف. أشعر بالحماس والقوة، تمرة سوف تكون أقوى، سوف تصل لكل الأهداف. أشعر بالحماس والقوة، تمرة سوف تكون أقوى، سوف تصل.